بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل للبرودة صباحا ومائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ودافي على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على جنوب البلاد. لمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس النهاردة هتنضم لنا على تليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس والانخفاض اللي احنا بقالنا كذا يوم عايشين فيه، مكمل معانا لحد امتى؟ بالفعل يمكن احنا خلال الايام الماضيه شهدنا اجواء اشبه بالاجواء الشتويه، انخفاض في الحراره، فرص الامطار اللي شفناها بشكل كبير في اغلب محافظات شمال البلاد امس واول امس، وكمان نشاط رياح خلينا نحس اكتر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره. اليوم ان شاء الله هيكون في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، تبدا في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس وتلاشي الفرص سقوط الامطار من على المناطق الداخليه، وهتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وهتكون اليوم فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه باذن الله، وممكن كمان نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. لكن باقي مناطق الجمهوريه، المناطق الداخليه من الوجه البحري، القاهره الكبرى، المناطق الجنوبيه كمان مش هيكون عليها اي فرص لسقوط الامطار، لكن هيكون في تحسن في درجات الحراره مش هنحس بيه بالشكل الكبير. احنا بالامس سجلنا عظمه على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، اليوم متوقع ما بين 23 الى 24 درجه مئويه خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، مش هنحس بيها بالشكل الكبير ان حصل فيها تحسن بسبب وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، هيساعد بشكل كبير على احساسنا بالاجواء الربيعيه والاعتدال الكامل في الاحوال الجويه، واجواء نقدر نقول مائله للدفء ربيعيه خلال فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري، معتدله تماما على السواحل الشماليه ما بين الدافيه الى المائله للحراره على جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل لسه هنحس بالبروده والاجواء البارده في اغلب محافظات الجمهوريه، لان كمان فتره الليل هيكون فيها نشاط للرياح. كمان الظاهره الجويه اللي تكونت معانا خلال فتره الصباح الباكر هي الشبوره المائيه، واللي متوقع ان هي تكمل معانا خلال الايام القادمه ان شاء الله، لان احنا من غدا باذن الله تبدا مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا تختلف تماما، وتكون كتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على تلاشي فرص سقوط الامطار وزياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير في اغلب المحافظات. فمن غدا هيكون في تحسن تام في الاحوال الجويه، ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، هتبدا ان شاء الله من بكره الجمعه يكون في ارتفاع في درجات الحراره تدريجي، هيستمر معانا حتى نهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. يوم الجمعه اللي جايه العظمى على القاهره الكبرى هتكون 26 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع القادم توصل ل 29 و30 درجه مئويه، والظاهره الجويه اللي احنا قلنا هتبقى موجوده معانا بشكل كبير هي الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، لكن هنلاقي الفرق بين فترات النهار وفترات الليل لسه موجود كبير. يعني فترات النهار هنحس بالاجواء المائله للحراره اللي دافيه فتره النهار في محافظات الجمهوريه، يمكن كمان المناطق الجنوبيه تكون اجواء عليها حاره، فترات الليل لسه الاجواء هتظل اجواء بارده الى يعني مائله للبروده، فمهم جدا ناخد بالنا وبناكد بلاش الملابس الصيفيه خلال الوقت ده من السنه، ممكن نخفف فترات النهار مش هيبقى فيه مشكله، لكن الاكيد فترات الليل واحنا خارجين لازم نصطحب معانا جاكيت، مهم كمان بقدر الامكان خلال الايام القادمه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، فترات السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل لان احنا هنحس بارتفاع درجات الحراره الاسبوع المقبل ان شاء الله، ومهم كمان خلال فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نعرف درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 24 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 24-13، اسكندريه 20-12، العلمين الجديده 20-12، مطروح 21-11، دمياط 20-12، بورسعيد 21-11، الاسماعيليه 25-12، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 12، العريش 21-11، كاترين 19-9،
طابة 21/14، حلايب 24/19، شلاتين 26/18، شرم الشيخ 26/16، الغردقة 27/16. الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 22/13، الوادي الجديد 27/14، أسيوط 25/12، سوهاج 26/13، قنا 27/14، الأقصر 26/16، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 15. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. نرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا